جمهورية مصر العربية أن يرحب بكم جميعاً في منتدى الأعمال المصري البيلاروسي السادس. وكلمة الترحيب الأولى يلقيها السيد الأستاذ أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية، فليتفضل سيادته. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة صاحب الدولة، دولة الدكتور مصطفى مدبولي، دولة السيد رومان جولوفيشينكو رئيس مجلس وزراء جمهورية بيلاروس، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، الزملاء الأعزاء من مجتمعي الأعمال البيلاروسي والمصري، ضيوفنا الكرام، سيداتي والسادة الحضور، يشرفني بالإنابة عن 6 مليون تاجر وصانع ومؤدي الخدمات من منتسبي الغرف التجارية المصرية، وبالأصالة عن نفسي أن أرحب بدولة الرئيس رومان غولوفيشينكو رئيس مجلس وزراء بيلاروس والوفد المرافق له في منتدينا اليوم، والذي يشرف بحضور أصحاب المعالي الوزراء وقيادات المال والأعمال من دولتينا الشقيقتين. نجتمع اليوم في منتدى الأعمال السادس لنستغل علاقاتنا السياسية المتنامية لدعم علاقاتنا الاقتصادية، سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الإقليمي. ونحن نؤمن بتنمية التجارة في الاتجاهين، سواء في التجارة أو الاستثمار أو في السياحة والخدمات. فلدينا فرصا واعدة في التكامل بين الصناعتين، صناعاتنا، فيجب على الشركات المصرية استغلال الصناعات البيلاروسية للتصنيع المشترك بقيمة مضافة بمكونات من دولتينا للتصدير لدول الجوار لننمي صادراتنا سويا. وبالمثل للشركات البيلاروسية، فيمكنها التغلب على تكاليف النقل بالقيام بالتصنيع النهائي في المصانع المصرية بمكونات ومدخلات من دولتين، وذلك للسوق المصري الذي يتجاوز 110 مليون مستهلك، إلى جانب التصدير إلى مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر دون جمارك، والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي والدول العربية وإفريقيا بالكامل وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة، وهو ما نقوم به حاليا في الجرارات، وسيبدأ إن شاء الله في الشاحنات، وهو ما قمنا بإطلاقه بحضور أصحاب الفخامة من رؤساء الجمهوريات من الجانبين. وفي هذا الإطار وباسم القطاع الخاص المصري، أدعو الحكومتين لإنهاء اتفاقية انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة الأوروسية، لتكون أداة فعالة لتنمية علاقاتنا الاقتصادية. ويجب على الشركات البيلاروسية أن تستفيد من موقع مصر وموائنها لإنشاء مراكز لوجستية لصادراتها، خاصة في محور قناة السويس، لتتمكن من الوصول لأسواقها التصديرية بيسر وسرعة وبتكلفة أقل.
كما يجب أن نسعى لتنمية تبادلنا السياحي بعد تيسيرات الحصول على التأشيرات إلكترونيا، وفي هذا الإطار ندعو لفتح خط طيران مباشر بين دولتين، كما ندعو شركات الاستثمار السياحي والعقاري المصرية للنظر إلى الاستثمار في بيلاروسيا وكذا في البنية التحتية، مستخلين خبراتهم في الخطط العاجلة التي نفذت في مصر. ومثل بيلاروسيا فقد سعت الدولة المصرية جاهدة لاستقبال هذا التعاون بينها وبين كافة بلدان العالم، فقد قامت مصر بحزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية والهيكلية لتيسر مناخ أداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المرفقة في كافة ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتي تواكبت مع مشروعات كبرى في كافة المجالات. كل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط لتربط مصر بالعالم من خلال المواني المحورية الحديثة ومناطق خاصة وحرة متميزة مثل محور قناة السويس وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة والكباري عابرة القارات، لننقل ما ننتجه سويا بيسر وكفاءة للأسواق العالمية. واليوم تشهد مصر استقبال المزيد من الاستثمارات الجديدة بالإضافة إلى الوفود السياحية ونمو ملحوظا في الصادرات، كل ذلك يتواكب مع إصلاحات اقتصادية وهيكلية وإجرائية ناجزة. فالدور علينا جميعا ممثلي القطاع الخاص من الجانبين لخلق الشراكات وتحالفات واستثمارات جديدة، وأن نستثمر الفرص الهائلة التي تقدمها دولتينا اليوم. فلدينا الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية، ولدينا فرص واعدة للتعاون في الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية والمشروعات الكبرى، ولدينا الموقع الاستراتيجي المتميز، ولدينا مجتمع الأعمال الفاعل والنشط والذين تلتقون ببعض اليوم. فمرحبا بكم في مصر أرض الفرص الواعدة، والسلام عليكم ورحمة الله. والآن كلمة ترحيب السيد الأستاذ ميخائيل مياتلينكوف رئيس غرفة التجارة والصناعة البيلاروسية، فليتفضل سيادته. مستر لينكوف، floor is yours. Ваше превосходительство. معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى المدبولي، السيد رئيس وزراء بيلاروسيا، زملاء الأعزاء المشاركين في هذا المنتدى، أود أن أشكر رئيسي وزراء الدولتين على إعطاؤنا هذا الشرف في أن يحضروا افتتاح منتدى الأعمال البيلاروسي المصري. أود أن أشكر السيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد الغرف التجارية المصرية. إن تاريخ التعاون بين غرف التجارة في الدولتين يمتد لأكثر من 25 عاما. دائما ما نقوم بتنفيذ مثل تلك المنتديات ونتبادل اللقاءات. في عام 2017 و2020 حين زار السيد رئيس بيلاروسيا إلى مصر، وانعقدت أيضا منتدى الأعمال، وهناك تعاون مباشر بين دوائر الأعمال في الدولتين. إن غرف التجارة في الدولتين يدعمون
أيضا في حضور رجال الأعمال من بيلاروسيا إلى مصر والعكس. نحن مستعدون لتوسيع التعاون بين رجال الأعمال في الدولتين. في 40 شخصا كانوا يزورون مصر. العديد من المؤسسات والمصانع البيلاروسية موجودون الآن في مصر، مثل مصنع مينسك للسيارات، مصنع مينسك للجرارات الزراعية الذي يعمل بالفعل على الأراضي المصرية، وأنتم تعلمونه جيدا، تعرفونه جيدا، تعرفون منتجاتنا المشهورة كمثل جرار بيلاروس المشهور في الأرياف المصريين. هناك أيضا مجال واعد للتعاون، وهو المجال الكيماويات، مجال المنتجات الغذائية والمنتجات المعدنية والصناعات الخفيفة، بالفعل مجال صناعة الأدوية ومجال السياحة والعديد من المجالات. إن رجال الأعمال البيلاروسيين مهتمون بشكل كبير بتوطيد علاقاتهم التجارية مع مصر وتنفيذ مشروعات على أرض مصر. سوف تكون هناك بعض العروض التقديمية التي سوف تعكس إمكانات بيلاروسيا للجانب المصري. بالأمس كان هناك أول مجموعة لقاءات بي تو بي بين دوائر الأعمال البيلاروسية والمصرية في مصر، وهناك أماكن آفاق واعدة لاستكمال هذا التعاون والوصول لاتفاقيات مباشرة وعقود مباشرة لإنشاء مصانع مشتركة. أود أن أقول أيضا أن المصانع البيلاروسية دائما ما تشارك في كافة المعارض التي تقوم بتنظيمها مصر، مثل فود أفريكا، وكان هناك جناح كامل للصناعات البيلاروسية. وفي ديسمبر في هذا العام سوف يكون هناك أيضا معرض لبيلاروسيا في مصر. هناك العديد من الشركات المصرية التي تشارك في المعارض البيلاروسية. الزملاء الأعزاء، إن مصر من أفضل الأماكن المحببة إلى السياح البيلاروس، فهي غنية بالأماكن والمنتجعات السياحية الرائعة. إن كل المشاهير البيلاروسية يزورون مصر شتاء وصيفا. نود أن نقيم علاقات مباشرة بين رجال الأعمال البيلاروسيين والمصريين. باسم غرفة التجارة البيلاروسية أود أن أؤكد لكم أننا سنقوم بكل جهد لنا كي نوفر الدعم لكل الشركات المصرية والبيلاروسية كي يتعاونوا سويا. أود أن أتمنى للجميع مفاوضات بناءة ومثمرة. شكرا لكم جزيلا. والآن كلمة معالي المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية ورئيس اللجنة المشتركة المصرية البيلاروسية، فلتفضل دولة. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد رومان جولوفيتشينكو، رئيس مجلس الوزراء لجمهورية بيلاروسيا. معالي السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية. السيدات والسادة الضيوف، بداية أود أن أرحب بمعالي السيد رئيس مجلس الوزراء لجمهورية بيلاروسيا بالقاهرة، كما يسعدني أن أرحب بالسادة الوزراء ورجال الأعمال لجمهورية بيلاروسيا، وأن أشيد بالمجهودات المبذولة من قبل إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية لتنظيم الدورة السادسة من منتدى الأعمال المصري البيلاروسي المشترك، متمنيا أن يساهم هذا المنتدى في تعزيز العلاقات التجارية أو الاستثمارية بين البلدين، وأن يقوم على خلق شراكات بناءة تعود بالنفع على مجتمع الأعمال من الجانبين المصري والبيلاروسي. فإن اجتماعنا اليوم يهدف إلى استكشاف الفرص والإمكانات المتاحة بالسوق المصري والبيلاروسي، وإيجاد آليات للعمل على استغلال هذه الفرص بالشكل الأمثل والبناء على نقاط القوة والمميزات التنافسية المتاحة لدى البلدين. السيدات والسادة، لقد بذلت الحكومة المصرية جهودا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار المصري، وذلك من خلال اعتماد إصلاحات مختلفة وتقديم حزم متنوعة من الحوافز لتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع التي تركز على بناء وتحسين البنية التحتية للدولة والمساهمة في تنمية الاقتصاد،
ومن أجل ذلك طرحت الحكومة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تبسيط إجراءات إقامة المشاريع وتشجيع القطاع الخاص وكذلك الاستثمار المحلي والأجنبي. ومن أبرز الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه فخامة الرئيس ويضم في عضويته كافة الوزراء المعنيين، حيث يشرف المجلس على السياسات الاستثمارية للدولة في كافة القطاعات. بالإضافة إلى ذلك تم إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة وسياسات المنافسة الداعمة لها لتمكين القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال مشجعة للمستثمرين. وفي ذات السياق نؤكد على استقرار السياسات النقدية في مصر بما يسمح بتحويل أرباح الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر إلى الخارج، كما أن منظومة التشريعات المصرية تقدم حماية وضمانات للمستثمر الوطني والأجنبي. علاوة على ذلك جاء تفعيل الرخصة الذهبية المتضمنة في قانون الاستثمار المصري الجديد لضمان سرعة التعامل مع المستثمرين وكذلك سرعة تنفيذ المشروعات بمثابة علامة بارزة في تحسين مناخ الاستثمار. السيدات والسادة، إن إمكانات التعاون غير المستغلة بين مصر وبيلاروسيا لا تزال كبيرة، حيث يوجد لدينا إمكانية لتعزيز هذا التعاون في العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية. كما أؤكد على أن السعي لدفع تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا يستند إلى قاعدة راسخة من الشراكات الاقتصادية الناجحة والمتميزة بين البلدين، وهو توجه حميد يلقى كل الدعم والمساندة من القيادة السياسية في البلدين. إن مصر وبيلاروسيا لديهما العديد من الفرص لتنمية التعاون التجاري والاستثماري، لا سيما في ظل الروابط السياسية القوية وكذا المفاوضات الجارية مع دول الاتحاد الأوراسي والذي يضم بيلاروسيا في عضويته بهدف توقيع اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد، والذي سيمنح إعفاءات جمركية وميزة تنافسية للمنتجات بين البلدين. كما أن اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة والتي كان آخرها الدورة السابعة والتي عقدت خلال شهر نوفمبر الماضي بالقاهرة، واجتماعات مجموعة العمل البيلاروسية المصرية المشتركة في التعاون في مجال الزراعة واجتماعات مجموعة العمل في المجال الصناعي، قد عملت على تمهيد الطريق لرجال الأعمال في البلدين لخلق آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري. وقد شهدت مجموعة العمل الصناعية الثالثة التي عقدت خلال شهر أغسطس 23 توقيع عدد من البروتوكولات، أهمها البروتوكول الذي وقعته الشركة المصرية للتنمية الزراعية إيكارد وشركة بيلاروس بليز للتعاون في مجال المعدات الزراعية. وإنني أدعو رجال الصناعة والتجارة في البلدين لاغتنام الفرصة التي أتيحت من خلال هذا المنتدى لتشكيل حقبة جديدة من التعاون والتكامل بين مصر وبيلاروسيا، تهدف إلى تحقيق إنجازات تحقق مستقبل أكثر إشراقا لشعوبنا ودولنا. السيدات والسادة، أود في الختام أن أؤكد على أن التعاون والعمل المشترك هما السبيلين الوحيدين لتجاوز الأزمات واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح وإيجاد مناخ من التواصل الدائم مع شركائنا في بيلاروسيا، والذي من شأنه الوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأصعدة والمستويات وبالأخص العلاقات التجارية والاستثمارية. وشكرا لحضراتكم، مع تمنياتي للجميع بالتوفيق. شكرا مع الوزير. والآن كلمة معالي باجداموف أليكسي، وزير تنظيم مكافحة الاحتكار والتجارة بجمهورية بيلاروس ورئيس اللجنة المشتركة من الجانب البيلاروسي والصديق العزيز، فليتفضل. معالي دولة رئيس الوزراء السيد مدبولي، السيد رومان ألكسندروفيتش، الزملاء الأعزاء، رجال الأعمال في الدولتين، باعتباري رئيس اللجنة المشتركة من الجانب البيلاروسي، أود أن أقول أن تنفيذ مثل تلك الفعاليات سوف يدعم بشكل كبير زيادة التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا. في العام الماضي كان هناك مجموعة عمل في نوفمبر، والاجتماع السابع كان في نوفمبر من العام الماضي، كانت هناك مجموعة العمل في مجال
الزراعة والصناعة، وكان هناك أيضا منتدى للأعمال بين الدولتين. هناك جهود كبيرة نقوم بتنفيذها في الدولتين، وخلال شهرين في هذا العام زاد التبادل التجاري مرتين مقارنة بالعام الماضي. وعلى هذا الأساس يجب أن ندعم هذا التوجه في المستقبل، وأن تكون هذه الوتيرة أكبر وأكبر. وبالرغم من ذلك لا نرضى بشكل كامل على حجم التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا في الوقت الحالي، لأنها لا تعكس الإمكانات الكبيرة. العلاقات بين مصر وبيلاروسيا يجب أن يكون المحرك الأساسي لها الصناعة وتوريد المعدات والصلب والحديد الصلب. في يناير من العام الماضي من هذا العام 8 مليون دولارات وردنا لمصر الصلب، وأكثر من 130 ألف طن من الحديد الخام. وفي نفس الوقت كان هناك تصدير كبير لأكثر من 30 جرارا زراعيا إلى مصر و21 معدة زراعية ثقيلة. إذن في هذا العام نحن نستهدف أن يكون أكثر من 280 معدة زراعية ثقيلة. في عام 2023 كان هناك أيضا تصدير كبير إلى مصر، وكانت هناك عقود في عام 2024. سوف نورد أكثر من 15 معدة ثقيلة. إذن هناك أفاق واعدة للتعاون في مجال التبادل والتعاون الصناعي، خاصة في مجال التجميع، الصناعات التجميعية للمعدات الثقيلة. ومن أجل تنفيذ ذلك يجب أن نقوم بتوفير عملية بيع للمنتجات على مدى السنة، أن يكون هناك خطة بعيدة المدى لعملية البيع. إذن نحن نستهدف لزيادة التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا لكي يزيد في الربع الأول عن 20 مليون دولار. إذن نلحظ هذا العام أن هناك زيادة مضطردة. من مصر نحن نستورد الموالح والفواكه والخضروات، أما مصر فتستورد منتجات الألبان من بيلاروسيا. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2023 تم التوافق مع الجانب المصري على الحصول على موافقة الجانب المصري لاستيراد اللحوم والدواجن من بيلاروسيا إلى مصر، وحصلنا على الشهادات البيطرية اللازمة لفعل ذلك. بالإضافة إلى ذلك أود أن أقول أن شركة الحلال، إذن كل منتجاتنا من اللحوم حصلت على اعتماد ختم الحلال كي تتوافق مع الشريعة الإسلامية ونستطيع أن نصدرها إلى مصر. أظن وأقول أن كل الجهات المعنية في الدولتين يجب أن يزيدوا من التعاون فيما بينهم، وأن يركزوا على المجالات التي تعد ذات أولوية للدولتين، مثل إنشاء مجمع للتخزين وتداول الحبوب في مصر، وأن توجه المنتجات إلى مصر والدول الإفريقية. إن الشركة البيلاروسية أنكادوم سوف تقوم بإنشاء هذا المشروع في مصر، وسوف يكون هناك مخزون للحبوب على أرض مصر للسوق المحلي ولإعادة التصدير في شكل صوامع ستنشأ على مصر، وسوف يكون هناك أيضا مجمع لتداول الأعلاف أيضا على أرض مصر، وهو مشروع واعد نود أن نشاركه مع الجانب المصري، ولدينا الخبرة والتكنولوجيا اللازمة لفعل ذلك. نحن يجب أن يكون هناك زيادة مضطردة في التجارة بين دولتينا، وأدعو الشركات المصرية للعمل في السوق البيلاروسي. وهناك مجال أيضا هام جدا، وهو مجال التعليمي.
في نوفمبر عام 2022 هناك تعاون مباشر بين أكاديمية البحث العلمي البيلاروسي ونظيرتها المصرية للتبادل إجراء الأبحاث المشاركة، وتم إنشاء مركز في مصر للتبادل التعليمي وزيادة وجودنا في السوق المصرية والتعاون العلمي. إن زيارة السيد وزير التعليم البحث العلمي والتعليم العالي إلى بيلاروسيا واشتراكه في العديد من منتديات رؤساء الجامعات البيلاروسية أدى إلى زيادة مضطردة في هذا التعاون العلمي والبحثي، وهناك إمكانات واعدة في مجال السياحة وخاصة السياحة العلاجية والسياحة الاستشفائية. وعلى هذا الأساس إن وجود طيران مباشر بين مصر وبيلاروسيا سوف يسهم بشكل كبير في زيادة هذه السياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات. في الوقت الحالي وفي هذا المنتدى السادس للأعمال البيلاروسي المصري هناك آفاق واسعة لزيادة تبادل المعلومات وزيادة الأعمال المشتركة وإنشاء مشروعات مشتركة وتوطين للعديد من المشروعات والتكنولوجيا في مصر والخروج إلى الأسواق المنطقة وإفريقيا، وأيضا دخول للمنتج المصري إلى سوق الاتحاد الأوروبي. شكرا لكم وأشكر اتحاد غرف التجارية المصرية والغرفة التجارية في بيلاروسيا على هذه الجهود لتنفيذ هذا المنتدى. أتمنى للجميع مفاوضات مثمرة وناجحة، وشكرا جزيلا لكم. شكرا معالي الوزير. إن تنظيم منتدى الأعمال المشترك في مقر مجلس وزراء جمهورية مصر العربية هو رسالة لا تقبل التأويل حول الدعم الحكومي الذي تقدمه الدولتين لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص. والآن كلمة مضيفنا دولة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية، فلتفضل دولته. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد رومان جولفيتشينكو رئيس مجلس الوزراء بجمهورية بيلاروسيا، معالي السادة الوزراء والسيدات والسادة الحضور، يسعدني في البداية أن أرحب بدولة رئيس الوزراء بجمهورية بيلاروسيا الصديقة والوفد المرافق لسيادته، وأن أعرب عن تقديري لمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية لتنظيم الدورة السادسة من منتدى الأعمال المصري البيلاروسي المشترك، بما يعكس حرص البلدين على دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. السيدات والسادة، مما لا شك فيه أنه توجد فرص واعدة للتعاون بين بلدينا في عدد من المجالات في ظل القناعة الراسخة بأهمية دور القطاع الخاص وضرورة زيادة مساهمته ضمن إجمالي استثمارات الدولة، بما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل، أخذا في الاعتبار أن الأزمات التي يمر بها العالم حاليا وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية سلبية على مستويات النمو والإنتاج تؤكد ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة. ومن أجل تحقيق تلك الأهداف التي نصب إليها جميعا، يجب علينا كحكومات القيام بدورنا لتوفير سبل تعزيز وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات. ومن هذا المنطلق فإن تحفيز الاستثمار المشترك يعد أولوية قصوى لبلدينا خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل ما يتمتع به البلدين من حوافز ومزايا استثمارية كبيرة تساعد على إقامة تلك الشراكة التي نصب إليها جميعا. السيدات والسادة، تسعى الحكومة المصرية من جانبها في إطار جهودها للإصلاح الهيكلي
إلى تعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة عبر زيادة مساهمته إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة. لذا قامت الحكومة المصرية بتقديم حزمة من الحوافز والتيسيرات لتحسين مناخ الأعمال، وذلك بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال إجراءات تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وبدء النشاط. كما تم سن حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، حيث شملت تطوير قوانين الضرائب والاستثمار لا سيما عبر إصدار الرخصة الذهبية التي تمنح في إطار قانون حوافز الاستثمار، وتصدر عبر قرار من مجلس الوزراء للمشروعات التي تعمل في الأنشطة ذات الأولوية للدولة المصرية. وقد تضمنت التيسيرات التي قامت بها الدولة المصرية إتاحة وزارة التجارة والصناعة الأراضي الصناعية للمستثمرين عبر إجراءات مبسطة تسهم في اختصار الوقت والجهد، بالإضافة إلى تقديم حوافز إضافية للاستثمار في مجالات ذات أولوية مثل مشروعات الاقتصاد الأخضر. هذا وقد شملت الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة المصرية كذلك دعم الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد وإزالة المعوقات البيروقراطية. ومن هذا المنطلق فإنني أدعو القطاع الخاص من الجانبين المصري والبيلاروسي لدراسة إمكانية استغلال هذه الفرص، لا سيما في ظل حرص فخامة السيد رئيس الجمهورية على تشجيع الاستثمار المباشر وتوجيه سيادته بإطلاق حزم من الحوافز لدعم المشروعات الاستثمارية الجديدة، حيث تشمل الإعفاء من الضرائب واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حال الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهر من بدء التنفيذ، فضلا عن الاستفادة من برنامج دعم الصادرات ورد الأعباء في حال تعميق الصناعة وزيادة المكون المحلي. السيدات والسادة، إن انعقاد المنتدى لرجال الأعمال المصري البيلاروسي يظهر الرغبة الحقيقية في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين بلدينا، والسعي لتذليل المعوقات وتوفير المناخ الملائم لتنمية العلاقات الثنائية. وخير دليل على ذلك ما شهدناه خلال الأعوام القليلة الماضية من عقد شراكات للتجميع والتصنيع المشترك للشاحنات والجرارات والمطورات واللوادر، الأمر الذي يعكس وجود إرادة حقيقية من الجانبين لتعزيز التعاون الصناعي بما يمهد الطريق لمزيد من الشراكات مستقبلا. كما إننا نتطلع إلى مضاعفة أرقام التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بما يرتقي لمستوى العلاقات السياسية والتاريخية الوثيقة بين البلدين، وحرص القيادة السياسية في البلدين على دعم تلك العلاقات، فضلا عن التطلع لتعظيم استفادة الشركات البيلاروسية من الموقع المحوري لمصر وتمتعها بعضوية عدد من اتفاقيات التجارة الحرة أو التفضيلية، بجانب توفر الأيدي العاملة الماهرة والبنية التحتية وشبكات الطرق ووسائل النقل المتطورة التي شهدت تطورا جذريا خلال العشر سنوات الأخيرة. وأنتهز هذه الفرصة لكي أشيد بنتائج أعمال الدورة السابعة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة التي عقدت في القاهرة في شهر نوفمبر الماضي، والتي تضمنت تبادل الخبرات في المجال العلمي الزراعي خاصة التكنولوجيا الحيوية واستخدام الآلات الزراعية البيلاروسية والتكامل الزراعي الصناعي، والبدء في دراسة ربط بورصة السلع المصرية ببورصة السلع البيلاروسية لتعزيز التجارة البينية بين البلدين. السيدات والسادة، وفي الختام أعرب عن تقديري لجميع القائمين على عقد هذا المنتدى، آملا أن يسهم في دعم وتعميق التعاون وآليات الحوار بين الشركات في البلدين، وإنني على يقين أن علاقاتنا السياسية الوثيقة ستساهم بدور فعال في دعم التعاون الاقتصادي المشترك. وشكرا جزيلا لحسن استماعكم. شكرا لدولة رئيس مجلس الوزراء. والآن كلمة ضيف شرفنا اليوم، دولة السيد رومان
جولوفشينكو رئيس مجلس وزراء جمهورية بيلاروس فليتفضل دولته. معالي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، الزملاء الأعزاء المشاركون في المنتدى، أود أن أقول أن كل الزملاء الآن بفارغ الصبر ينتظرون بداية مفاوضات الأعمال بين دوائر الأعمال في الدولتين. سأحاول أن أكون مختصرا في كلمتي. أود أن أقول أنه إنه لشرف لي أن أكون في مصر، وأود أن أشكر الجانب المصري على هذا التنظيم الرائع لهذه الفعالية. إن جمهورية مصر العربية إنها شريك قديم وتاريخيا سياسيا وتجاريا واقتصاديا مع دولتنا، وتلعب دورا محوريا ضمن الدول العربية ودول الشرق الأوسط، وأيضا في التبادل التجاري مع دولتنا. إن مجلس الأعمال المصري البيلاروسي ينعقد بشكل منتظم في الدولتين، وتنظم منتديات وبعثات لرجال الأعمال في الدولتين وإلى الدولتين. في الوقت الحالي هذا المنتدى يرتبط بزيارة رئيس وزراء بيلاروسيا إلى مصر خلال لقاءاتنا ومفاوضاتنا مع زميلي العزيز رئيس مجلس الوزراء المصري. كان هناك آفاق واعدة لزيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين الدولتين. لن أعيد ما قلته وما قاله زميلي العزيز في كلمته، ولكن سوف ألقي الضوء على الوضع الحالي للتعاون بين مصر وبيلاروسيا. بالفعل هناك إحياء كبير لديناميكيات ووتيرة التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا في الشهور الأولى في هذا العام، ويبذل الطرفان جهودا غير عادية لزيادة هذا التبادل التجاري. إن العمل المشترك الذي تقوم به الجهات الحكومية ودوائر رجال الأعمال، يتم توريد إلى مصر السيارات والمعادن، الصناعات المعدنية والزراعية والآلات الزراعية والكيماويات والورق والسيلولوز والعديد من المنتجات. وأنا على ثقة أن كل المستوردين المصريين يعلمون كل إمكانات السوق والمصنعين البيلاروسيين، وهو أيضا ما ينعكس أيضا على المستوردين البيلاروسيين الذين لم يتعرفوا بشكل كبير على الصناعة المصرية. وهذا هو الهدف الرئيسي لمنتدى الأعمال. نحن نستورد من مصر الأدوية، الصناعات والمستحضرات التجميلية والنسيج والفاكهة والخضروات والموالح وغيرها. وأنا أرى أنه يجب أن يكون هناك توازن كبير في ميزان التصدير والاستيراد بين الدولتين، لكي يكون يجلب المنفعة للدولتين. ونعمل الآن كي نذلل كل العقبات الخاصة بالتعامل والتحويلات والحسابات وتبادل الحسابات بين مصر وبيلاروسيا. وقد أولينا هذا الأمر عناية كاملة في جلسة المفاوضات التي عقدناها مع صديقي العزيز. أنا على ثقة أن الاهتمام الكبير ليس له حدود في التعاون بين مصر وبيلاروسيا، وأنا على ثقة على أن تلك الآفاق والإمكانات أكثر عمقا وأكثر اتساعا، ويجب أن نستغل تلك الفرص كما قال زميلي العزيز، من أن مصر تولي اهتماما كبير لاستحداث تشريعات تسهل الاستثمارات وتحمي الاستثمارات المصرية وتقوم بإصلاحات كبيرة في السوق، وهو ما نقوم بفعله أيضا في بيلاروسيا للتصدير إلى إفريقيا. لقد اتفقنا على هذا المنح سويا وعلى هذا الاتجاه في تدعيم التعاون بين مصر وبيلاروسيا. وأكرر مرة أخرى،
يجب أن نحدد المشروعات الرئيسية التي المشروعات الكبيرة التي سنبدأ بها قاطرة زيادة التعاون بين الدولتين، الدعم التصنيعي وزيادة التكنولوجيا، ثم الصناعات المتوسطة والصفقات التجارة البينية كتصدير واستيراد بين دوائر الأعمال. أنا شاكر للسيد رئيس وزراء مصر على هذا على وقته وعلى المفاوضات البناءة التي قمنا بإجرائها اليوم وعلى بلورة وحلول لأكثر الموضوعات التي طرحناها معهم والتي سوف تصب في تطوير العلاقات وتنميتها بين دولتينا. وأنا أثق في أن ما اتفقنا عليه اليوم سوف نقوم بمتابعته شخصيا لأنه هام جدا لهذا التعاون. في نهاية كلمتي أود أن أتمنى لكم جميعا مفاوضات بناءة ومثمرة واتفاقات جديدة وعقود جديدة سوف تجلب لكم النفع لكم ولشعوب دولتينا الصديقتين التي ستدعم روسيا وبيلاروسيا ومصر. شكرا لكم جزيلا. شكرا لدولة رئيس مجلس الوزراء، ودعني أؤكد باسم مجتمع الأعمال أن اللقاءات الثنائية مستمرة، بل سنشهد اليوم أثناء المنتدى توقيع العديد من الاتفاقيات للتعاون بين الجانبين للقطاع الخاص. وختاما شكرا لأصحاب الدولة رئيسي مجلس الوزراء ومعالي الوزراء على تشريفنا، فلنقف جميعا أثناء مغادرة الوفد الحكومي ثم يستمر مجلس الأعمال في جلساته.